ابوي 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 ده غير 5 جنيه كم؟ 4 جنيه؟ 3 جنيه تعمل بيهم شنو؟ عندي 2 جنيه بديك منهم جنيه ها؟ الله يوقف جلده خلاص يا عبد اللطيف يا خالك انا اكلم زوجتك دي يا اخي عامل ترشيد للكهرباء شويه يا اخي هاي يا اخي وبعدين في كل اللمبات دي ما تشغلوها بالنهار ما تشغلوها بالنهار يا اخي وبعدين الهيتر ده الهيتر ده افصله يا اخي امبارح جبت كهرباء ب 20 كهرباء 20 شغلت المكوى والله الكهرباء نيط انتهت كلها ما فضل فيها اي حاجه يا اخي هاي يا اخي وعلى كده الميكروويف ده ما تشغله كل يوم يا شنو؟ كهرباء اجيب لك كهرباء من وين انا؟ اجيب لك كهرباء امبارح انا ما جايب كهرباء ب 50 انا كل يوم اجيب كهرباء يا اخي ها؟ الهيتر قال لك شغل الهيتر منو؟ في زول بيشغل هيتر انا كل يوم كهرباء ب 50 عصريه كل يوم كهرباء ب 50 يا اخي ما شغل الهيتر الهيتر ما شغله كم مره شغله انا جبت كهرباء كل يوم ب 50 ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ السلام عليكم وعليكم السلام مالك يا عادل؟ مالك يا عادل؟ معقوله يا جماعه كهرباء الكهرباء معقوله يا جماعه انا اخش البيت القى امي شغاله الديجيتال ابوي شغال بهناك الخلاطه بيجاي غسالة بهناك المكيف اجي اركب الكرسي الكهرباء تقطع كملة يا جماعة كملة عديل كذا مباراة جايبينها ب 100 جنيه انتهت يا جماعة معقولة خير يا شباب في شنو؟ الكهرباء جبناها ب 50 كملة غلط ولا لا؟ العمل كله غلط ولا لا؟ اعترفوا تعرف الكهرباء غلط مش هدوكم انا هقطع الحمل لو عملوا العمليه دي يا اخي ده تبذير ده 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 استهلاك فاعل لا قولوا غلط قولوا غلط عمل ايش ناس اللي بتضرب فيهم كده بالطريقه دي عمل شنو؟ هم اثنين يا وليه يشغلوا لي